على خير ان شاء الله بحول الله. اليوم معكم وصفه جديده، قرعه رولي بالسمك الابيض والكرافات، واحد الصلصه جد رائعه. ونبداو بسم الله على بركه الله. كاين معنا كيلو ديال القرعه السمك الابيض، كاين الفطر ليزيبينار، كاين قليل من الكرافات والثوم وقزبر ومعدنوس. نتمنى تعجبكم هاد الوصفه هذه، وان شاء الله من كنحضر ونعطيكم التوابل اللي غادي نحضر مع هاد الوصفه هذه. نتمنى ان شاء الله تعجبكم وتجربوها بحول الله. نبداو على بركه الله. ناخذ القرعه نقطعها شرائح على الطول، وانا وجدتها من قبل ودرت قليل من الزيت. غادي غير تدبال شويه غير على جوج جوايع، غادي نخليها من على جهتين باش تجيني ساهله ملي نبغي نلفها عليها السمك او الحشوه اللي غادي نوجدو ان شاء الله من بعد ما نكملوا في هاد التحمار ديال هاد الشرائح ديال القرعه الخضراء. غتعجبكم ان شاء الله هاد الوصفه هادي. نتمنى ان شاء الله تروقكم وتروق العائله ديالكم. انا غادي نشحر كما شفتوا على الوجهين بجوج، نشحرهم بشويه ونحيدهم غير باش تدبل شويه، وملي تجيني نبغي نلفها تجيني ساهله. دابا في نفس المقلاه غادي نضيف زيت البلديه، فصوص الثوم، عندك جوج ديال فصوص الثوم او ثلاثه، خليها شويه تنزل. غنضيف الفطر المعلب، الا كان عندكم الفطر يكون طري مزيان، انا عندي المعلب كتقطعوه رقيق وتشحر مع الثوم وقرعه. دوك اللي شاطو من القرعه ضروري تقطعوهم رقاق وتشحرهم معاها، ما تضيعو حتى حاجه، ما تضيع فهاد الوصفه هذه. هذوك الزوائد نتوما كتقطعوهم كاروات قياس رقيق ديبتيدي، كاروات صغار قدهم قد لي شامبينيون اللي قطعنا، مع تشحار وتقلب في نفس الوقت، شويه ديال الزعتره، ماشي الزعتر، هادي الزعتر كان عندكم الزعتر ديروها، كانت هادي عندي موجوده مع الزعتر كتتوالم مع القرعه. لي زيبينار كانوا عندي في المجمدين، كان عندكم طريين راه نفس الشيء. تضيف واحد الربطه هكا ولا قبيطه صغيره، تحاولوا تقطعوها، هادي مفيده مزيان للوليدات الصغار اللي متياكلوش الخضر، راه مزيانه ليهم هادي للكبار ولا الصغار. زي الانسان يحاول يوظف الخضار، مفيده للصحه. من بعد السمك، اي سمك ابيض عندكم كيما ترابع هكا، كتقطعو نتوما كروات صغار او ديبتيدي طريفات صغار، مع شحار هما ماشي الجنس الخضار كامله مع السمك. والكروفيت كنخليه هو الاخر، غادي نضيف الكروفيت واحد زيفه صغيره وغادي تقطعوهم. الكروفيت هاكا كتقطعو على ثلاثه ولا على جوج على حسب القياس ديال العبار ديالهم، المهم زيفه صغيره حيت كاين السمت هو كيعطي الذوق مليحه. دائما العبار الملحه بيدي، ما تنقدرش ندير بالمعلقه، مسكين شويه الابزار. او شوف الاسود كركيما او الخرقوم عرق، هذه فلفل حمراء شويه، اي تحميره او بابريكا او فلفل احمر، هذيك العطريه المكسيكيه اللي ضفت معلقه صغيره في الاخير، عاوز فلفل حمراء. الاخير كالعاده دائما ربع القزبر ومعدنوس واحد القليل، جوج معلقات كبار هكاك حتى الاخير، باش كيبقى الذوق ديال الربع في الاخير. من بعد كنصب هاد المقلات في واحد لو بول باش يبرد شويه، عاد ندوزو نحضروا
الصلصه اللي خصها تكون مرافقه معاه. هاد الصلصه اللي غنحضروا بحال صلصه البيشاميل، هي طريقه جديده وجد رائعه 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 بزاف. كاينه مع التحضير كاينه طنجره او كاسرول تنوضع فيها الزيت البلديه، وبصله تكون محكوكه، بصله صغيره او نص بصله، بصله صغيره او نص بصله مويان. هادي هاد الصلصه جد رائعه، وغتعتمدوا هاد تضيفوها في لي غراتان بزاف. كنخلي ديك البصله تشحر مع ديك الزيت البلديه، شويه الملح، من بعد جوج معالق ديال الدقيق، معالق كبار. غتعجبكم هاد الصلصه، هادي جديده على القناه. ومن بعد نصف ديال لتر ديال الحليب، نص لتر، نصف لتر حليب، ومع التحراك بسباتولا او بالطراب اليدوي وقليل من الكوزه، كتبقى اختياريه اللي بغى يدير لي بزار واللي ما يديرش الكوزه، ولكن الكوزه كتعطي واحد لوكو زوين مع البصله. قليل من الفلفل الاسود او الابزار، شويه سكينجبير، تحاول تحرك الجميع حتى يعقد الخليط. اغلبيه كيعرفوا يحضروا صلصه البيشاميل، ولكن هذه متغيره شويه، غير البصله وزيت البلديه اللي مغيره عليا. غنضيف في الاخير الجبن، غندير نصف المقدار ديال الجبن المحكوك، يبقى اختياري القياس اللي بغيتو. كنضيف نصف ديال المقدار او قليل منه في الحشو ديال السمك والسبانخ ولي شامبينيون او الفيتا. سنمزج الخليط مزيان، وكنبدا نلف، كناخذ شريحه من القرعه اللي شحرناها غير شويه، وتنحاول نلف ونحطهم في شي طبيصيل او غطير على ما نكمل هذا. وتكونوا محضرين صلصه الطماطم، راه كلشي تعرف يحضرها على بحال شكل صلصه ديال البيتزا صوص طوماط، تكون ديجا محضرينها، راه ساهله. انا ما درتهاش لان اغلبيه كيعرف يصايبها. في الاخير غادي نوريكم هذا، خديت شريحه اخرى ديال القرعه، سنحاول نلفها وندير بحال رولي ديال غورجيت او ديال القرعه. غتعجبكم هاد الوصفه، هادي جد رائعه. انا ما كرهتش، واخا درتها ما كرهتش نعاودها مره اخرى. انا خديت لومول ديال الكراتان، هاد صلصه الطماطم اللي قلت لكم عاديه بالثومه ومطيشه وورقه سيدنا موسى، شويه ديال الزعتر وفلفله حمراء مليحه وليفزار فقط، وزيت البلديه. كنرصها كامله على اللومول ديال الكراتان. قمت أربعة المطيشات كبار هادو اللي درت، ضروري شويه ديال الزعتر وورقه سيدنا موسى، وفي الاخر كتحيدوها يطلق الذوق والنسمه. نحاول نقاد سطح المول ديال الكراتا، وغادي ناخذ هذيك صلصه البيشاميل اللي شاطت، كنحاول نرصها كلها على فوق من مطيشه. ناخذ ديك ما تبقى من صلصه البيشاميل ونرصها فوق من مطيشه كلها، نحاول نسرحها قدر الامكان، نسرحها مزيان برص بالمعلقه او بالسباتولا. غتعجبكم هاد الصلصه هادي بزاف. هانتوما كيما شفتو، خذت صغير فرشات وبديت كنحاول نسرح مزيان ديك الصلصه فوق من المطيشه. عاد غنوزع القرعه اللي هانتوما غتشوفوني كيفاش غادي نحطها فوق من هاد الصلصه هادي. هانتوما كنوقفها ما تنخليهاش مايله، كتجي بحال رولي. هذا رولي دو غورجيت فارسي بلي بواسون بلون بلي كروفيت، بالسمك الابيض وقليل من الكروفيت ولي شامبينيون ما تبقى من القرعه، شحرين ومعمرين. هاد لي رولي ديال غورجيت انا كملتهم كاملين ديال القرعه كاملين،
ومن بعد ما تبقى من الفرماج المحكوك او المبشور تنضيفهم من الفوق وسنوضعهم في الفرن. اتمنى تعجبكم هاد الخاتمه هذا ديال القرعه بالملفوفه بالسمك. هادي غندخلوها الفران لمده ثلث ساعه ونصف ساعه او ساعه الا ربع على حسب الفرن اللي عندكم. ونتمنى تعجبكم هاد الشهيوه هادي وترخكم وتعجبكم ان شاء الله. ونتمنى لكم ان شاء الله التوفيق. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، الف صلاه وسلام على الحبيب المصطفى. خليكم مع الصور.